السلام عليكم. اليوم بدنا نعمل المشروع النهائي للكورس تاعنا او الفاينل بروجكت، وراح نحاول نستخدم فيه كثير من الشغلات اللي تعلمناها طوال الكورس. اللي راح نعمله هو فلاش كاردز جيم. الفلاش كاردز هم مثل هذول الاشياء، بطاقات بكون في على جهتها مثلا سؤال وعلى الجهه الثانيه الجواب، او اللي بيتعلموا اللغات راح يلاقوا انه حتى في ابلكيشنز اسمهم فلاش كاردز. فمثلا اول جهة بكون فيها الكلمة في لغة، ولما تقلبها بتلاقي الترجمة تاعتها في اللغة الثانية. هنا مثلا فلاش كاردز انجليزي الماني، هنلاقي مثلا هون الكلمة بريد ترجمتها بالالماني، وقدر اعمل نيكست واشوف كلمات ثانية وترجمتها. البوتونز اللي عندنا هون هم الفليب اللي بتبدل بين اللغتين، والنكست والبريفيوس او التالي والسابق، وهذا المكان اللي فيه النص. فراح يكون عندنا هالاشياء ان شاء الله في الديزاين تاع برنامجنا. بدايه خلينا نضيف بيكتشر بوكس، نضيف بوتونز. طيب والبوتون هنا مثلا للبريفيوس، وبوتون الفليب، وهاي البوتون للنكست. تمام، نعدل النص تاعهم هنا. Next. وخلينا نعدل الأسماء تاعتهم، Name. فهنا Prev Button Flip Button Next Button. وهنا البيكتشر بوكس تاعتنا خلينا نجيلها. الباك كلر تاعها أنا بدي أحطه من هذا اللون Lime، وبدي اعدل نيم تاعها تكون هي كارد باك من باك جراوند يعني. ونسينا نحن نحط الليبل، الليبل اللي راح يكون فيه النص اللي راح يطلع الكلمه ومعناها. هي مثلا 36. تمام، الباك كلر بده يكون نفس البيكتشر بوكس، فنسوي لايم. طيب في شغل عندنا الان، انا لو داخل الكود حطيت تكست في الليبل اطول من مثلا الليبل 1، راح يكون يبدا من الشمال من نفس الموقع ويتحرك لليمين، فممكن يبدا من هون مثلا وينتهي هون، وهذا بكون شكله مش يعني مش متناسق، مش صحيح. ف بدي اعدل شغلات في الليبل. اول شيء راح نيجي على الاوتو سايز. شوف وين الاوتو سايز. طيب هنا خليها هي من فوق من ترو، خليها فولس، فبالتالي مش هو اوتو سايز، لا انا بتحكم بالسايز تاعها، وده خليه من بدايه الليبل، من بدايه البيكتشر بوكس لنهايتها. والتكست الاين او الترتيب تاع النص بده يكون من الوسط، فبنيجي هون هو توب ليفت، لا انا بدي اخليه ايش مثلا ميدل سنتر بهذا الشكل. تمام، الان هذا الليبل ليبل 1 خلينا نعطيها اسم كارد ليبل مثلا. تمام، نجيب هيك شوي 100%. خلينا الان ندخل على الكود. طيب في الكود احنا حكينا راح يكون في عندنا كلمات عربي وكلمات انجليزي، فوين كيف بقدر احطهم؟ بقدر اخزنهم في اريه، بس الاريه حكينا انه عدد الكلمات اللي بحطوه فيه محدود من بدايه البرمجه زي ما انا بحطه، فراح استخدم الليست. تمام، راح استخدم الليست، وطبعا الليست راح تكون سترينج، راح يكون في عندي ليست للكلمات العربيه وليست للكلمات الانجليزيه. سترينج انجلش نيو ليست سترينج. تمام، خلينا حكينا احنا قبل انه ليست لما نتعامل معها بنقدر نضيف كلمات،
وعرفناها اول شيء بهذا الشكل، بعدين عملنا اد للكلمات بالكود، ولكن انا كمان بقدر اني ابداها بفاليوز معينه تكون هي كانيشال فاليوز او قيم يعني بدايه بعرفها، وبعدين بضيف عليها كمان فاليوز. هنا مثلا كات هاوس ستريت، تمام. بهذا الشكل انا ببدا الليست بفاريبلز. خلينا نعملها كوبي بيست. قطة منزل شارع. طبعا لازم ايش اغير النيم بتاعها تروح الايرور يكون ارابيك. تمام. الان احنا ليش حطيناهم بليست بهذا الشكل؟ نلاحظ انه الاندكس تاع كل كلمه مقابلها هو نفس الاندكس، يعني الكات والقطه الاثنين الاندكس تاعهم صفر، وهنا هاوس وبنزل الاثنين الاندكس تاعهم واحد. فهذا الشكل انا بتعامل معهم بالكود بيكونوا هم لهم نفس الترتيب نفس الاندكس. خليني انا اروح هنا على الفورم لود، تمام. وبالفورم لود الفورم لود دبل كليك على اي مكان فاضي بيجي الفورم لود. بالفورم لود بدي اخلي اول قيمه يعرضها هي القيمة الكلمة الإنجليزية بالإندكس صفر. كارد لا كارد ليبل دوت تكست يساوي إنجليش إنجليش إندكس زيرو. نشوف كيف. تمام. ولما اعمل فليب لازم تطلع لي الترجمه تاعتها، فباجي على الفليب بوتون اخذ هذا الكود هون الارابيك برضو الاندكس زيرو. هنا كات شو قطة، تمام 100%. ولكن الان لو جيت اجرب اكبس فليب كمان مره راح الاقي انه ما في اي تغيير، وطبعا اذا رحت نيكست او بريفيس ما في اي كود هناك، فراح يكون في مشكله اني لازم اكتب كود طويل في كل بوتون. فاسهل طريقه حتى نختصر ان نعمل فانكشن واحد اسمه مثلا ابديت كارد، تمام، بيعمل تحديث للكارت تاعي حسب الفاريبلز تاعوني. فمثلا انا هنا لازم يكون عندي فاريبل للاندكس اللي هو الترتيب تاع الكلمات، فانا بعمل نيكست بزيد انا الاندكس واحد وبعمل تحديث للكارت تاعي. ونفس الشيء مثلا اذا انا عملت فليب المفروض اني اعمل تحديث للستيت بتاع الكارت هل هو فليبت او لا. فراح يتضح هذا كله ان شاء الله بالكود. اول فاريبل انتجر اندكس و بوليان فليب. خليني امسح هذول الكود. طيب لما اعمل انا فورم لود يعني بداية الفورم الاندكس تاعي المفروض يكون يساوي زيرو، والفليب تاعي بده يكون لا فليب بده يكون فولس، انا لسه ما عملت اي فليب، تمام. خلينا نيجي ونسوي الفانكشن تاعنا ابديت كارد برايفت ابديت كارد، تمام. ابديت كارد ايش بده يكون فيه؟ بدي اشوف انا الاندكس واشوف إذا كانت فليب أو لا، وأحط الكارت على هذا الأساس. في بداية إف فليب يساوي يساوي ترو، نفذ إشي إلس نفذ إشي تاني. طبعا إلس ما في غير خيار واحد إنه يكون فولس، تمام. فهون الترو وهنا الفولس. إذا كان ترو معناته أنا عملت فليب، المفروض يظهر لي الكلمة بالعربي، تمام. ف كارد label dot text يساوي Arabic. هون بحط الاندكس، يعني ايش ما يكون الاندكس تاعي اظهر. وفي الحالة الثانية اللي هو false بظهر كلمة بالانجليزي برضو نفس الاندكس. طبعا بالفورم لود لازم اعمل update card، ولما
طيب خلينا نشوف هسه انا عامل ابديت، هل هو سوى الاشياء صحيح؟ صحيح، الاندكس صفر والفليبت فولس. تمام، انا ما اعمل فليبت، وانا ما اعمل فليب ايش لازم يصير عندي؟ فليب يساوي ترو ابديت كارد عملها فليب بس نفس المشكله. ليش؟ لانه احنا لما عملنا فليب كان مره لازم ارجعه فولس. بهاي الحاله بس بنحط اف ستيتمنت اف فليب يساوي يساوي فولس اعمل ترو إلس فليبت يساوي فولس. الإلس زي ما حكينا هو خيار واحد انه يكون ترو. هاي الحالة خلينا نيجي هون راح نلاقي انه بعمل فليب قد ما بدي، ما في مشكلة. طيب الآن خلينا نكتب الكود اللي في النكست وفي البريفيوس. فبالنكست انا الاندكس لازم ايش اعمل له؟ بلس يساوي واحد وابديت كارد، وفي البريفيوس اندكس ماينس يساوي واحد برضه ايش اعمل؟ ابديت كارد. انا هون بعمل فليب تمام نكست هاوس وبعمل له فليب نكست شارع وبعمل له فليب. طيب نفرض انه انا عملت فليب هنا هي منزل، عملت نيكست طبعا لان انا ما غيرت البوليان تاع الفليبت راح ايش؟ يعرض لي اياه بالعربي، وعلى الاصل يعرض لي اياه بالانجليزي لان انا بتعلم انجليزي. تمام؟ فلازم احل هاي المشكله. لما حتى لو كنت انا عند جهه العربي وعملت نيكست لازم يرجعني للايش؟ للانجليزي. وهسه كمان ظهرت معنا مشكله ثانيه. تمام؟ واللي هي اوت اوف رينج، اندكس واز اوت اوف رينج. خلينا نعيد البرنامج ونفهم المشكله الثانيه شو سببها. المشكله الثانيه اني انا اخر عندي اندكس هو مثلا هون 2، فانا ما اعمل نيكست راح اطلب اندكس 3، انا ما في اندكس 3، ما في شيء باندكس 3، فهون اوت اوف رينج. وراح تطلع لنا اوت اوف رينج كمان شغله هون لما نعمل بريفيوس، لما نعمل بريفيوس انا عند صفر، لما انا اعمل بريفيوس انقص واحد راح اروح عند سالب واحد، فبرضه اوت اوف رينج ما في اندكس سالب واحد. فهسه ان شاء الله نحل هذول المشكلتين. اول مشكله بنحلها بانه لما نعمل انا نيكست او بريفيوس خلص برجع الفليت فولس. خلينا نشوف هسه ايش المفروض يرجع لي اياها بالانجليزي. تمام، حلينا اول مشكله. والان نيجي لحل المشكله الثانيه. المشكله الثانيه نقدر نحلها يعني باكثر من طريقه، بس انا هنسويها هسه طريقه بروفيشنال شوي. طيب لما انا اعمل ابديت، طيب بدي لما انا اكون عند زيرو ما اكون قادر اني اكبس هاي الكبسه، ولما بدي اكون عند اخر اندكس عندي ما بدي اكون قادر اني اكبس هاي الكبسه، بدي اعمل الانيبل تاعها يساوي فولس. احنا ما عملناها قبل بس في بروبرتي اسمها انيبل. الانيبل بتخليك بضله يعني بتقدر تشوفه بس ما بتقدر تكبس عليه. خلينا نيجي هنا. طيب لا احنا رح نرجع للابديت، رح يكون شغلنا في الابديت فعليا. فاول شيء اف الاندكس تاعي يساوي يساوي زيرو، البريفيوس بوتون دوت انيبلد يساوي فولس. طبعا لازم اعمل إلس، إلس ارجعها ارجع الانيبل تاعها ترو، لانه لو ما عملت هاي الحركه راح الاقي انه اذا صارت فولس مره راح تظلها فولس. انا برجعها ترو اذا ما كنت. خلينا نرتب شوي الكود ما دامنا بنحكي عن سطر واحد. خلينا نرتبه، ما في داعي للاقواس. تمام، ونفس الاشي بالنسبة ل الاندكس لما يكون اخر اندكس عندي. انا بهاي الحالة اخر اندكس عندي اثنين، بس انا ما بدي احط شيء ثابت يعني اثنين او ثلاثة، بدي احط شيء انا اقدر انه يعني يتعدل لحاله لما يزيد مثلا عدد الكلمات. فانا بهاي الحالة بقدر اسأل عن الطول تاع الليست،
بقدر اسال عن طول الليست، فبهي الحاله طول الليست راح يكون 3، اخر اندكس عندي 2، ف 3 ماينس 1 يساوي 2، فحجم الليست او طول الليست ناقص 1. بدي اعمل انا فاريبل هنا انتجر ليست سايز، ولما اعمل انا فورم لود، يعني نيجي وين الفورم لود راح؟ طيب بالفورم لود ليست سايز يساوي، بقدر انا اسال عن اي ليست لانه اثنين هم نفس الطول، يا انجلش يا عربي، مثلا انجلش، طيب طولها كاونت دوت كاونت، تمام راح يطلع لي ايش؟ ثلاثة. تمام راح يطلع لي بهالحالة ثلاث. نيجي هنا وين نيجي هون؟ تمام if index يساوي يساوي list size ناقص واحد، تمام ناقص واحد هو اخر index، فال next button هنا مش ال previous button، next button enable يساوي false، هون نفس الشيء next button enable يساوي true. خلينا نشوف شو صار معنا. زي ما احنا شايفين عند ال index 0 ال previous ما بتبين، ترجع تظهر، وعند اخر اندكس الي ما بقدر اصلا اكبس هاي البوتون. هيك بنكون حلينا هاي المشكله. طيب شو ضل علينا في يعني في الجزء الاول من البرنامج؟ خلينا نشوف الموقع. ضل علينا هذا الليبل اللي بيظهر لي انا وين موقعي بالنسبه لباقي الكلمات، تمام؟ فراح نسوي هذا الليبل ان شاء الله. ليبل بداية يعني مثلا خليه صفر صفر، مو ما بتفرق، راح نعمل له ابديت اول ما نشتغل. نيجي على الفورم لود، لا مو بالفورم لود، طيب مش بالفورم لود، لانه كل مره انا بدي لما اكبس مثلا نيكست او بريفيوس بدي اياه ايش؟ اعدل الموقع تبعه. فبنيجي عند الابديت، احنا ابديت كارد وش ليبل 1.text يساوي اول شيء الاندكس تاعي، بس الاندكس تاعي هو مثلا اول مره يكون 0، بس المستخدم ما يعني ما بعرف ايش يعني 0 انه هو الاندكس تاع، لازم نطلع له 1، فاول هو ببلش عنده العد من 1، فاندكس بلس 1 هالحاله اذا كان 0 بيعرض لي 1.string زائد هاي الاشاره سلاش او تقسيم زائد الليست سايز. الليست سايز عندي ما بنقصه من واحد لانه هو فعليا العدد اللي راح يفهمه المستخدم اللي هو في هالحاله ثلاث دوت سترينج. زي ما احنا شايفين في البدايه هي 1 اوت اوف 3، وكل ما اتحرك تغير، وانا هون بشقلب الكلمات. تمام. طيب في شغله انا كمان بدنا نضيفها كنوع من تحسين اليوزر انترفيس، انه لما اقلب للغه الثانيه يتغير اللون تاع البيكتشر بوكس واللون تاع الليبل. فمثلا خلينا نخليه اي لون، مثلا اصفر، تمام. فبدي اجي هون عند الابديت، طيب اذا كان فليبد ترو يعني حولت للعربي، خلي الكارد ليبل دوت باك كلر يساوي، عشان انا نادي كلر بكتب اول شيء كلر دوت، داخل الكلر بختار اللون اللي بدي اياه في هاي الحاله يلو، و كارد باك دوت اللي هي البيكشر بوكس دوت باك كلر يساوي كلر برضه دوت يلو. هون احنا لما اخترنا اللون اخترناه ايش؟ لايم يعني، مش طيب خلينا نخليه زي ما هو لايم. لايم ف يجي شغل البرنامج. تمام لما اتحول للعربي بغير لون البيكتشر بوكس ولون الليبل. هيك بنكون انهينا الجزء الاول من مشروعنا. يعطيكم العافيه.